مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بهارات الكبة. عنا حبق، ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة مردكوش، ملعقة صغيرة كمون حب، ملعقة صغيرة ورد خاص لبهار الكبة، واذا مش متوفر ما بيأثر مش ضروري، ونص ملعقة صغيرة فلفل اسود وقرنن حر صغار. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، منحطهم كلهم بالخلاط. بنخلطهم مع بعض. خلصنا، ريحة عن جد كتير حلوة. هيدا بهار الكبة اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.